باصل عيد مبادرة لفتت الأنظار واهتم بها أهل الرياض في الفترة الماضية، وقضت بإعادة الحرارة للعلاقات الإنسانية بعيدا عن برودة العالم التكنولوجي. هدف هذه المبادرة التي أطلقها السلطان الفقير كان معايدة أصدقائه المقربين ولكن بشكل مميز، حيث دعا مجموعة من الشباب لمشاركته في الرحلة ومعايدة أصدقائهم الآخرين، وتقديم أيضا بث مباشر لكل الناس عن طريق تطبيقي سناب شات وطبعا موقع تويتر. على كل حال سنتعرف أكثر على هذه الفكرة والمبادرة. سينضم إلينا من الرياض سلطان الفقير صاحب مبادرة باص العيد. أهلا بك سلطان، نرحب فيك في معنا في صباح العربية. خلينا نبدأ من أنه كيف جتك هذه الفكرة، ليش أطلقت هذه المبادرة؟ يا هلا بكم وصباحكم الله بالخير. أول شيء الفكرة كانت جدا عفوية وبسيطة، كان أول سنة من 10 سنوات تقريبا بعيد في الرياض، وسألت أصحابي أنه وين كيف العيد في الرياض، كانوا يردون علي أنه نكد وطفش وأحسن لك سافر، فما ينفع العيد تعودت عليه انه يكون عيد سعيد وسعاده. فقررت افكر بفكره جديده او فكره مبتكره بحكم عملنا في دعايه والاعلان في هذا المجال. فنبعت الفكره من زمان، كيف كنا نروح نعايد على اهلنا واقاربنا في بيوتهم، فاصحابي كثار فما تكفيهم سياره واحده، فقررت انه ليش ما اجيب باص. ومن هنا بدأت الفكرة. طب سلطان بسألك، يعني الآن أنتوا كيف الطريقة اللي تطلعوا بها؟ يعني جبت الباص، طيب منهم أصحابك ومنهم اللي تزورهم؟ طيب أول شيء بالنسبة يعني طريقة الدعوة كانت شوية رسمية أو فيها نوع من الجدية، وهذا اللي حمسهم أكثر، فراحوا نشروا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي وحمس الناس أنهم يتابعونا أكثر ويدرون إيش اللي قاعد يدور في الباص. أصحابي هم يعني من المقربين، وقررنا نزور أصحابنا الثانيين اللي هم دائما حريصين على الجمعات. هذه بكل بساطة. أوكي. طيب وكأنت يعني طبعا هي المفارقة الحلوة في الموضوع أنه هي ليش الناس بطلت تتعايد؟ لأنه الكل صار يعايد، يعني إحنا بدينا بالزيارات بعدين صار تليفون بعدين مسج بعدين حولنا ليلا فيسبوك أو تويتر، يعني لكل الناس. فأنت استخدمت التكنولوجيا اللي يعني قللت المعايدة لتشجيع الناس على هذه المبادرة، إيش السبب يعني إذا تشرح لنا أكثر؟ فعلا الوسائل التواصل الحديث أفقدتنا روحانية القيم والمبادئ الإسلامية عندنا، سواء في المعايدة سواء في عيادة حتى المريض أو حتى في زيارة الأطفال الأيتام. فاللي حدث أنه لما اجتمعوا الناس على أرض الواقع بشكل حقيقي اختلفت تماما طريقة المعايدة، التأثر اللي حصل فيها، واستخدمنا وسيلة التواصل الاجتماعي لما صنعت له هو نقل الأحداث هذه، وهذا اللي حمس كثير من الناس وصلهم هذا الشعور. سلطان، يمكن عبر متابعتي للصديق فراس بوغنا يمكن لقيت أنه الباص متواجد أيضا في بعض المستشفيات اللي فيها الجنود البواسل، طبعا جنود حماة المملكة في الحدود بين المملكة فعلا. فيعني هذا لو تكلمنا على الزيارة هذه بالذات. نعم، الناس تفاعلوا كثير معانا وقالوا أنه ليش فعلا ما تروحون تزورون المرضى تزورون الجرحى، فألهمونا صراحة جدا كثير، فصرنا نسمع اللي هم إيش يتوقعون أو إيش يبغونه. الحمد لله نسقنا مع وزارة الدفاع والأخوان المسؤولين ما قصروا، يعني في وقت قياسي ووجيز جدا حصلنا على الموافقة لزيارتهم، والحمد لله يعني لما زرناهم تفاجأوا جدا بزيارتنا لهم، تأثروا كثير حتى فيها لأنه أغلبهم من الحد الجنوبي، أهلهم بعيدين عنهم، ما كان في أحد قاعد يعايدهم، فيا رب لك الحمد، يعني كانت جدا جميلة معايدتنا لهم يا رب. طيب يعني أنت ما شاء الله فكرة بدأت بمعايدة بسيطة بين الأصحاب، تطورت لزيارة الجرحى وأبطال عاصفة الحزم والأطفال والمستشفيات، الخطوة التالية سلطان؟ بإذن الله الخطوة الجاية الآن احنا شغالين على أنه كيف ممكن نحافظ على عفوية هذا الفكرة، وكيف نخلي كل أحد في كل مدينة في كل قرية في كل يمكن حي يقدر يطبق هذه الفكرة ولا تفقد
جماليتها وعفويتها ولا القيم اللي فيها. جميل. قاعدين نسمع الآن الآراء كثير من الناس، وبإذن الله قريبا راح نطلق الطريقة حقتنا اللي نتمنى كل أحد يطبقها بإذن الله. سلطان، يعني يمكن اللي نقدر نقوله أنه بيض الله وجيهكم جميعا، والبوادر هذه رائعة جدا فعلا أنها تطلع من الشباب. يعني بشكل عام احنا دائما نطمح انه هذا يكون توجه الشباب بشكل عام للعالم العربي. سعيدين جدا، تعلمنا منك، وكثير من الشباب ان شاء الله باذن الله يبادروا في خلال السنوات القادمه عبر مبادرتكم هذه. نتمنى توصلنا الدعوه، يعني حابين نكون معاكم على الاقل في العيد، عيد الاضحى، يعني ان شاء الله تكون صباح العربيه من المعايدين، يعني معاكم على الباص ان شاء الله. والله ما تدري، يمكن باص العيد يوقف قدام الاستديو. كلمه سريعه ابغاها منك بس توجهها لجميع الشباب اللي يتابعونك الان، سريع على السريع. انا اول شيء حاب اشكر الشباب اللي شاركوا معي، لولا الله ثم الخير اللي فيهم ما حصل. الابداع هو مجرد قرار يحتاج الى ثقه وتطبيق، هذا كل اللي بقوله. جميل جدا. سلطان الفقير كان معنا من الرياض، يعطيك العافيه، شكرا لك.